تعلم اللغة العربية. المسلم ينبغي عليه أن يسعى لتعلم اللغة العربية. طالب علم لا يعرف اللغة العربية هذا ليس بطالب علم. طالب علم مر شان غاقوم تيوفا مسلمان دين شان غاقوم تيوفا صخراش زيغوغيش ريشيخم عب حرب بزي من صخ مطالب علم جويجه نغم. سبب انتشار البدع هو عدم معرفة اللغة العربية. بدعة دين مش قدر قصخ حاب معاخر قد شخوان يشحو سقوخم ياشش حرب بزرزر عم صخم صخم. الذي لا يعرف اللغة العربية هو كالأعمى يسوق أي واحد المكان الذي يريد لا يرى. حرب بزز من سخور نف ميشش استودت سخوك نقومي استخويت نقوم جاي شفن شعر. فعندما تتعلم اللغة العربية تستطيع أن تفهم القرآن والسنة. حرب بزز بغاشم قرآن ميتري بغنبار ميسونتهم حديث خمير تاريخ بقروه.